قولي لي، شايفة دعم الإدارة للفريق؟ يمكن انتوا تقريبا داخلين دلوقتي بالمحترفات في حوالي 11 صفقة او 10 صفقات، صح كده؟ تقريبا 10 11 حاجة كده. قولي لي، فارق معاكم الموضوع ده ازاي؟ يعني هو بقى فيه 5 ولاد النادي اوريدي، اللي هو انتي ياسمين ونور عزمي، وطبعا ياسمين وسموح نوح ايسل وايسل وفريدة. وفريده هشام، وحتى ايسل وفريده برضو لسه جايين من موسمين 3 الزمالك، لكن انتي ونوره وياسمين ولاد النادي، ايوه، من ولاد ناشئين النادي ولاد النادي. صح المدربين ولاد كل حاجه، فلا ولاد النادي متأصلين كمان. ايوه بالظبط. فقولي لي، الموضوع ده فارق معاكم ازاي؟ حاسه الاجواء بالصفقات الجديده، تقدروا تعملوا ايه السنه دي؟ لا طبعا، هي الصفقات فارقه معانا جدا. يعني احنا اصلا مبسوطين جدا بيهم. يعني تقريبا من واحنا بنسمع عن المفاوضات من الاول احنا مبسوطين وعايزينهم يجوا، لان احنا بجد يعني نفسنا ان شاء الله اي بطوله نخشها ناخدها، يعني لو دوري وكاس وافريقيا والبطوله العربيه، وهم كمان حتى هم بجد فارقين في شكل الفريق. يعني هم بجد يعني كل الصفقات اللي جت دي هو يعتبر يعني استاذ احمد مرتضى وكابتن احمد فتحي طبعا جابوا فرقه، فهو احنا يعني عملوا شكل الفريق، طبعا التمرين شكله اتغير جدا، فاحنا ان شاء الله ان شاء الله يعني البطولات كلها اللي نخشها هناخدها باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يا سابين، ويكون موسم مليء بالانجازات بقى. احنا متعودين على فرق الرجال، السنه دي بقى يبقى الابهار في يبقى فرق احنا كمان السيدات صح. بالتاكيد. طيب